خلينا نروح نشوف اخبارنا، اخبار النادي الاهلي في المونديال مع الزميله العزيزه سلا حامد. ازيك يا سلا؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الاوف وايت اخباره ايه؟ زي الفل. عاجبني جدا على فكره النهارده. اه ابيض واسود. عامله ايه؟ كله تمام؟ زي الفل. عندك اخبار ايه النهارده؟ عندنا اخبار كتير طبعا، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بحضرتك واكيد ارحب بزميلتي نهوان سري وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان، اللي يعني زي ما عودناهم هيكونوا معانا في فقرتنا الاخباريه من الاهلي في المونديال عشان ننقلهم كل جديد وكل الكواليس اللي متعلقه يعني بجميع الفرق المشاركه في بطوله نادي بطوله كاس العالم للانديه وعلى راسهم ان شاء الله النادي الاهلي. اتفضلي يا سلام. يمكن طبعا النهارده ان شاء الله هنبتدي اخبارنا من النادي الاهلي اللي ادى تدريباته النهارده في ابو ظبي الامارات استعدادا للمواجهه القادمه واللي هتكون امام الهلال السعودي يوم السبت المقبل، ويمكن نقول يعني ان المباراه دي ان شاء الله يعني هتتلعب على برونزيه كاس العالم للانديه. كمان النهارده التمرين يعني كان في حماس كبير جدا من جميع لاعبي النادي الاهلي، والتقسيمه كان في تقسيمه قويه شارك فيها جميع اللاعبين، والحاله المعنويه كانت عندهم مرتفعه جدا ده قبل ما يخوضوا يعني المباراه القادمه ان شاء الله امام نادي الهلال السعودي. يمكن يعني يا كابتن اسلام ينهاوند ده امر مهم جدا انه يعني اللعيبه يكونوا محافظين على الحاله دي، يكون حالتهم المعنويه مرتفعه، ويمكن بالاخص بعد خساره يعني المباراه اللي فاتت امام بالميراس البرازيلي. نقطه كويسه جدا. ولو هنتكلم بقى تحديدا عن موسيماني، بما ان احنا ذكرناه كابتن اسلام من شويه، هو موسيماني عنده النقطه دي كويسه جدا، يعني موسيماني فعلا بيشتغل على العامل النفسي، وشفنا ده من اول حتى ما موسيماني انضم للنادي الاهلي قد ايه كان في لعيبه فعلا ظهروا، منهم قفشه ومنهم شريف، وقلنا الكلام ده قبل كده، بس فعلا الاجواء مع موسيماني انا بتكلم على الدعم النفسي او معنويا كويسه جدا. فمن المديرين الفنيين فعلا اللي بيهتم جدا بنفسيه اللعيبه ودعمهم نفسيا، وشفنا قد ايه بيتعامل معاهم، بيتكلم عنهم حتى في المؤتمرات الصحفيه، حتى لو كان في غلطات من اللعيبه بتاعته عمره ما هاجم اي لاعب. فاعتقد دي نقطه مهمه جدا. كنت جاي بيحافظ على الحاله المعنويه ودايما بيخلي اللعيبه يعني ان هم يبقوا في يعني حاله ايجابيه موجوده في التمرين وفي المعسكر، انه يخليهم دايما يحافظوا يعني على الحاله المعنويه، وانه حتى لو خسرنا مباراه لا يعني نجهز بقى للمباراه القادمه ان شاء الله ونحاول نحقق يعني فوز ونفرح جميع جماهير النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. بس النهارده النهارده كنت جاي، وانا جاي في العربيه سمعت قصه في الراديو. خلاص السؤال بيطرح بهذا الشكل، خلاص اللي هو ايه؟ اللي هو هل خناقه موسيماني مع ايمن اشرف كبيره ولا صغيره؟ لا يعني خلاص، على فكره ممكن تكون حصلت اي حاجه، انا ما اعرفش، انا ما عنديش معلومه بهذا الامر، ولكن السؤال لما بيتسال كده معناها ايه؟ ان في خناقه حصلت مبدئيا. هو خلاص هو اقر ان في حاجه، اقر ان في خناقه، ان هل الخناقه كبيره ولا صغيره؟ هو ده الاتجاه. ايوه. فعارفه اللي هو مخليني ان انا دايما اسال، اه طبعا على فكره بيحصل كتير جدا جدا ما بين المدير الفني واللاعبين، مش في مصر بس، في العالم طبعًا كله طبعًا. في العالم كله بيحصل الكلام ده، وشيء طبيعي جدا ان اللاعب بيبقى متنرفز. مره مانويل جوزي احد اللاعبين الكبار جدا جدا في الفرقه، ويعني اتنرفزوا مع بعض، خلاص الموضوع خلص، موضوع انتهى، طالما لم يتعدى حدود الادب مع المدير الفني، والمدير الفني لم يتعدى حدود الادب مع اللاعب، وبالتالي الاثنين كانوا بيتكلموا ان الصوت عالي بس شويه في بعض الامور الخاصه بالنواحي الفنيه. طب انت عايز مني اعمل كده ليه؟ طب انا لا، انا عايزك تعمل كده ولازم تسمع انا، والموضوع انتهى وخلاص، ورجع اللاعب على الرغم ان هو لم يخطئ اعتذر. وبالتالي الموضوع ابسط يا جماعه، حتى لو في حاجه انا ما اعرفش، ما عنديش معلومه بهذا الامر، ولكن انا استوقفني حدود الطبيعي يعني فعلا. لا انا استوقفني يعني من يومين النادي الاهلي لا يمثل مصر، احد يعني خلاص احد المذيعين قال هذا الكلام، ويمكن عوقب عليها النهارده يعني. الاقي ان في البعض بيحاول، انا عارف ان هي حاجات مبادرات او كلام شخصي طبعا يعني بعيدا عن اي شيء يعني، لكن انا بتكلم ان يعني ليه كده؟ النادي الاهلي يا جماعه بيمثل مصر، صحيح مش بمزاج حد، النادي الاهلي هو بيمثل مصر، وبالتالي كلنا هنبقى اللي عايز يبقى في ظهر النادي الاهلي ما عنديش مشكله، لكن النادي الاهلي بيمثل مصر وبيمثل القاره الافريقيه رسميا
رسميا من غير اي حاجه يعني رضيت ام ابيت، ده بالزبط. الواقع يعني الواحد ما بيقولش حاجه من خياله او حاجه عنده، احنا بنتكلم في وقائع. فيعني كان فعلا يمكن تصريح مش موفق فيه تماما، بس فكره فعلا الخلافات البسيطه اللي ما بين المديرين الفنيين واللعيبه دي بتحصل في كل مكان في العالم. فيعني ده اذا كانت حصلت، ده اذا كانت كمان حصلت. بس هو سنسن اللي قالها اقرها، فيعني تمام. ده اللي يعني كان غريب جدا، معلش سال انا. لا انا اصلا مش يذكر يعني. سمعته طبعا كنت لازم اقول الكلمتين دول، انه النادي الاهلي ما بيمثلش مصر. انا اول حاجه جت في بالي، لا النادي الاهلي فعلا ما بيمثلش مصر، النادي الاهلي بيمثل افريقيا بحالها زي ما حضرتك قلت يعني. بالظبط. نكمل بقى اخبارنا يا كابتن. اتفضلي. نكمل اخبارنا ونروح لاجواء مباراه الاهلي والهلال السعودي، ومع نجم نادي الهلال السعودي السابق البرازيلي مستر كاماتشو، اللي قال في حوار او تصريح ليه ان النادي الاهلي يتعرض لظلم كبير جدا بسبب تضارب مواعيد كاس الامم الافريقيه مع كاس العالم للانديه وغياب العديد من اللعيبه الدوليين عن النادي الاهلي. يمكن كمان اللعيبه الدوليين دول كانوا من اللعيبه الاساسيه اللي دايما بنشوفهم في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. ويمكن كمان قال نجم الهلال السعودي السابق انه يعرف النادي الاهلي كويس وعارف كمان انه الاكثر تتويجا ببطولات افريقيا للانديه، وتوقع كاميتشو فوز بالميراس البرازيلي ببطوله كاس العالم للانديه على حساب نادي تشيلسي الانجليزي في المباراه النهائيه من البطوله. يمكن يا كابتن اسلام ونهاوند، يمكن نجم نادي الهلال السابق البرازيلي كاميتشو اتكلم فعلا عن نقطه مهمه جدا، ويمكن كنا كلنا بنقعد نقولها قبل ما النادي الاهلي يخوض مبارياته في بطوله كاس العالم للانديه، وهي غياب العديد من اللعيبه الدوليين قبل ما النادي الاهلي يشارك في بطوله كاس العالم للانديه، طبعا بسبب يعني مشاركتهم مع المنتخب الوطني في كاس الامم. يمكن اللعيبه الدوليه دي كانت من اللعيبه المهمه زي طبعًا. محمد الشناوي، اكرم توفيق طبعا ربنا يرجعه بالسلامه، محمد شريف، حمدي فتحي، عمرو السوليه. يمكن فعلا يا كابتن اسلام ونهاوند اثروا على اداء اللعيبه. مشكله باينه للعالم كله يا سالا، يعني ما بنجيش احنا نتكلم عشان مصلحتنا وبنعملين ننتقد او ان احنا نقول عندنا او بنواجه 1 2 3، العالم كله شايف اللي بيحصل معانا. فيعني بس يعني النهايه فين برضو؟ ده سؤال انا عايزه اساله لك يا كابتن اسلام. وبعدين يعني الوضع زي ما احنا شايفينه ومقرر ومش اول ولا اخر مره اعتقد هتحصل. وبعدين ما كده احنا الموضوع كله بيؤثر علينا بشكل سلبي جدا، واحنا اللي بنخسر، وممكن بطولات تروح مننا، ممكن لعيبه بتروح مننا. طب وعلى ايه كل ده؟ يعني ليه ما فيش تنسيق سليم؟ اصل بيقول لك ان رئيس الاتحاد الدولي اعتذر، هو ورئيس الاتحاد الافريقي اعتذروا للنادي الاهلي. وبعدين بالظبط يعني انا استفدت ايه حضرتك؟ انا مش عارف الحقيقه حتى هذه اللحظه ايه الاستفاده اللي استفادها النادي الاهلي باعتذار رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي. النادي الاهلي لم يستفيد باي شيء، جمهور النادي الاهلي لم يستفيد. انا كسبت الماتش على فكره، بالمناسبه احنا كسبنا المباراه، وما بنتكلمش على ان احنا كسبنا ولا خسرنا، ولكن انا بتكلم على طب لو لا قدر الله كان حصل حاجه ثانيه كان ايه اللي ممكن يحصل؟ هل ده ممكن يحصل ثاني؟ ما هي دي بقى النقطه فعلا. والناس اللي قالت ليس كل ما يعرف يقال، احنا فين انتوا فين؟ وبعدين تطلع تعتذر؟ طب ماشي وبعدين يعني، وهل الاعتذار ده هيكرر وبعدين؟ احنا اعتذروا لنا كتير فعلا. لو اللعيبه الدوليه يعني كانت مع النادي الاهلي، كان النادي الاهلي فعلا يا كابتن اسلام ونهاوند كان حقق نتيجه ايجابيه في البطوله، يمكن كمان كنا وصلنا للمباراه النهائيه يعني مع نادي تشيلسي. نكمل اخبارنا النهارده، وكمان نادي او الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اعلن على موقعه الرسمي انه بيواصل اختبار تقنيه التسلل شبه الالي في بطوله كاس العالم للانديه. وكمان موقع الفيفا يعني قال او اعلن انه التقنيه دي ابتكرها الاتحاد الدولي وبيستخدم فيها تقنيه الفيديو، كمان يعني رسوم ثلاثيه الابعاد علشان تقلل الوقت مراجعه حالات التسلل. كمان الفيفا بيقول انه التقنيه دي يعني ان شاء الله هتساعد الحكام في الفترة القادمة على اتخاذ قرارات مظبوطة وبسرعة في حالات التسلل اللي بيكون أمر طبيعي وبيحصل في جميع المباريات في مختلف البطولات. كمان في كواليس كأس العالم للأندية، ورئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل قال في تصريحات ليه مصورة لصحيفة الشرق الأوسط إنه يعني نظام كأس العالم للأندية هيتغير إن شاء الله الفترة القادمة، ويمكن قال إنه اتكلم بالفعل مع يعني اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، وإنه كمان اتكلم مع الفيفا والاتحاد الاسيوي، وقال انه نظام المسابقه يعني غير عادل، واكد انه ان شاء الله يعني هيتم تغيير نظام بطوله كاس العالم للانديه الفتره القادمه. ويمكن يعني يا كابتن اسلام ونهاوند من الامور اللي عايزين يعني ان هي تتغير ان شاء الله في نظام بطوله كاس العالم للانديه هو ان احنا شفنا انه النادي الاهلي في النسخه دي شارك من الدور التمهيدي من اول مباراه في بطوله كاس العالم، وفي انديه شاركت من السيمي فاينل او النصف النهائي زي نادي تشيلسي، وده يعني يعتبر مفيش مساواه او مفيش معادله طبعا. ما بين الانديه يعني في انديه خلاص يعني هو من مباراه واحده وصلت للفاينل. مش عارفه الناس يعملوا فينا ايه يا سالا والله. ايه اللي فاضل يا جماعه؟ يعني الكل كمان بيعلق يعني على بعض السلبيات دي اللي موجوده يعني.
طبعا، لكن هي في النهايه انت خلاص، انا شايف ان احنا لعبنا خلاص. ده اصبح امر واقع. انت دلوقتي ما هو قادم، وهو رئيس نادي الهلال بيتكلم على ما هو قادم، زي ما النادي الاهلي اتكلم ورئيسه ومجلس ادارته اتكلموا عن يا جماعه هو ينفعش تضارب المواعيد، وما ينفعش ان احنا نلعب بهذا الشكل، وما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش، ولا حياه لمن تنادي حتى الان. قد يكون هناك تغيير في نظام كاس العالم خلال الفتره القادمه، نظام بالكامل ده اللي انا فاهمه يعني، او اللي انا سمعته انه قد يكون هناك تغيير كامل حتى في عدد الفرق، في حاجات ثانيه هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه. ولكن احنا في اللي احنا فيه، احنا ان شاء الله يوم السبت عندنا مباراه، نتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراه ان شاء الله جميع لاعبي النادي الاهلي، واكيد مستر بيتس موسيماني يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت المقبل. ونختم اخبارنا النهارده مع نادي مونتاري المكسيكي اللي تخطى رقم نادي برشلونه الاسباني في بطوله كاس العالم للانديه، بعد ما يعني سجل 3 أهداف في مباراته امام الجزيره الاماراتي. يمكن مونتاري وصل للهدف رقم 25 في تاريخ يعني المشاركات ليه في بطوله كاس العالم للانديه، وكمان ده يعني بفارق هدفين على نادي عن نادي برشلونه اللي مسجل 23 هدف في تاريخ البطوله. كمان مونتاري يعني احتل المركز الخامس في بطوله كاس العالم انديه بعد ما كسب نادي الجزيره الاماراتي، وكان مونتاري خسر يعني المباراه الاولى ليه امام النادي الاهلي في نسخه يعني كاس العالم الانديه الحاليه بهدف محمد هاني يعني نجم النادي الاهلي والمدافع محمد هاني في المباراه لبطوله كاس العالم للانديه. يمكن دي يا نهاوند وكابتن اسلام كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي جميع الفرق المشاركه في البطوله، وطبعا يعني الاجواء ما قبل مباراه الاهلي والهلال السعودي ان شاء الله اللي هتكون يعني يوم السبت المقبل، وهتقام يعني في ابو ظبي الامارات الساعه 3 العصر ان شاء الله. ميرسي جدا يا سلا متالقه حقيقي، شكرا ليكي على التغطيه الجميله دي. شكرا جزيلا يا سلا على وجودك معانا النهارده وعلى كل هذه الاخبار.